طب ما بعتيش حد ياخد الحاجات ليه؟ بصراحة تلككت يا فندم. أنا عارف إن اللي حصل لي امبارح ده كله من تخطيط. هتتكلم باحترام؟ أهلا بيك. لسانك يطول هقطعهولك. بايا! زي ما بيلعبنا لازم نلعب. غدا عمل ب 500,000 جنيه؟ فلوسي ولا فلوسي؟ وبعدين هي دي أول حاجة ما بيننا. ده أنا بتاعك يا ريس. أهم حاجة إن العمل يكون للخير. آخر الطيشك ده إيه؟ مش كفاية أبوك اللي مات بسببك؟ ولا تكونيش صدقت القصة اللي بنضحك بيها على الناس ونقول العربية اللي اتقلبت؟ تفتكر ملك اللي روحها في بنتها ممكن في يوم من الأيام تتجوز أو ترتبط بحد تاني؟ 150 مليون؟ 150 مليون! وأنا ليا فيهم 5 مليون! اللي يقدر على حاجة يعملها. ما تسرق يعني. لا ده أنت بتتظبط. يا عمدة ضن أكيد مش هلاقي مفاجآت الصبح. عظم، شكرا يا عمدة. ادخل. فك يا ابني الكلبشات واخرج انت. حاضر يا فندم. تعال يا رشا. اتفضل. التقرير وصل. الراجل مات لوحده. طلع مفيش حد زقه ولا في شبهه جنائيه اصلا. ما هو ده اللي حصل فعلا. وانت عرفت منين؟ انت مش بتقول انك ما كنتش موجوده؟ ايوه ما كنتش موجوده. بس بيتهيألي يعني ان اكيد هو ده اللي حصل. بيتهيألي يعني انت مصره انك ما كنتيش موجوده وان لا شعرك ولا بصماتك كان ليهم في المكان. يعني كان في واحده تانية غيرك معاه؟ والله بقى دي حاجه تخصه. انا مالي بيه اصلا؟ ممكن سيجاره؟ لا مش غريبه ان يكون في واحده تانية معاه ونلاقي دبلتك في اوضه نوم. تفتكري كان بيفرج عليها؟ طب بلاش كده. هو ليه بعت رساله لصاحبه وليد بيقول انك كنت معاه؟ قلت لحضرتك انا ما رحتش. والمحامي بتاعي لما قرا المحضر قال لي ان مفيش اي تاكيد ان انا. اظن كان كاتب له ملفايه يعني مش بالضروره خالص اكون انا. لا طبعا مش بالضروره. بدليل ان التقرير قال ان لا ده شعرك ولا دي بصماتك. شفت حضرتك؟ صدقتني بقى؟ عمال احلف لك واقول لك انا بنت ناس ومتربيه وعمري ما اخون جوزي ابدا ولا اروح بيت راجل غريب
وانت رافض تسمعني خالص. دلوقتي بس صدقتني؟ مين قال ان انا صدقتك؟ انا مضطر اصدق الورق اللي قدامي، لكن انت لا. اكيد القاضي هيخلي سبيلك النهارده في التجديد. يعني انا كذاب؟ لا 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 يا اميره لا. نو نو نو، بصي انا ما اقصدش كده. هي بس ما قالتليش. ازاي ما قالتلكش انا عملت ايه معاها؟ غريبه. بصي انت اميره شكلك كده مش فاهمه شويه حاجات. انا لا، انت اللي شكلك مش فاهم. انا دخلتها دخله على نديم ما تحلمش بيها. ظبطت لها ميعاد مع الماركتنج دايركتور وقعدتها، وكنت مظبطاها على الاخر. عملت كل حاجة تتعمل عشان العقد ده يتمدي. أنا عارف كل ده، وأنا بصراحة أنا استغربت لما لقيت داخلة والعقد في إيديها. بذمتك في كده في الدنيا؟ عقد زي ده بالميت ياخد له شهرين على بال ما يتمدي. أنا خليتها مضيته في ساعتين زمن. بصي يا أميرة، اسمعيني. هي ما لحقتش تحكي لي، هي يا دوبك داخله بالعقد في ايديها قام دخل عليها واحد ملزق عقر عليها دمها، راحت لما بعضيها ومشيت، ومن ساعتها ما بتردش على التليفون. بس كان المفروض تقول لك ده، هي محدده المعده معايا. اميره انا اسف، مالك مش نصابه؟ المليون جنيه وفيلت هاسيان ده هيكونوا عندك زي ما اتفقنا. مليون مين يا حبيبي؟ المليون ده ايام ما كان العقد سنه، انما دي كامبين بثلاث سنين. يعني انت عايزه 3 مليون جنيه بلس اللي دفعته، والا هيبقى لنا كلام تاني. اسفه مش موافقه. يعني ايه؟ يعني توطي صوتك وانت بتتكلم. هي دي مش بنتي؟ بنتك؟ ما قلتش حاجه. وعلى فكره انا ما عنديش مانع انها تسافر معاك لوحدك. واخد بالك من لوحدك دي؟ ايوه، ما هي هتسافر معايا لوحدي، انا هاخدها عشان تغير جو واقعد معاها اطول فتره ممكنه. مش انت اللي قلتي لي انها محتاجه لي؟ وانا ما قلتش كده بالظبط، بس اوكي ما عنديش مانع. بس تقدر تقول لي هتعمل ايه في ميعاد المستشفى؟ انت ناسي ان عندها جلسه الاسبوع اللي جاي؟ اوكي هكلم الدكتور ونخلي ميعاد الجلسه في يوم تاني. يوم تاني ايه؟ هي جلسه محكمه؟ دي جلسه كيماوي يا دكتور. ماشي، أنا هغير حجوزات السفر وأخليها كلها بعد الجلسة بيوم، مع إن ده هيعمل لي مشكلة وامتحانات الترم قربت وهم محتاجيني. أنا مش عارف إذا كان بلغك إن أنا بقيت رئيس القسم في الكلية من الشهر اللي فات ولا لأ. لا حقيقي ما بلغنيش. مبروك. من قلبك؟ قلبي إيه وعقلي إيه؟ إيه كلام الأغاني ده؟ ما أروح أشوف رنا جهزت ولا لأ. آه على فكرة، يا ريت ما تأخرهاش بالليل عشان أعرف أذاكر لها شوية. ويا ريت كمان ما تاخدهاش عندك البيت، مراتك ما بتحبهاش، وانا ما بحبش بنتي تبات عند ناس مش بيحبوها. قالتها لي كده وش لما كلمتني من موبايلك. هي تقول اللي على مزاجها وانا اعمل اللي على مزاجي، والقرار في النهايه ليا انا، لان انا صاحب البيت. انا ما حدش يمشي كلمته عليا. واضح. اما اروح عند اهل رنا. مين جهز القمر ده؟ تعالي يا حبيبي، اوعي تكوني نسيتي الموبايل. لا هو معايا. طب خليه دايما في ايدك كده عشان ابقى اطمن عليكي كل شويه. اوكي. هتوحشيني. انتي كمان. عايزاكي تاخدي بالك من نفسك كويس، اوكي؟ بلاش شقاوه، بلاش الالعاب الخطيره اياها، انا ما بحبهاش. متخافيش. لو عرفت انك ركبتيها هزعل. اتفقنا؟
Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. اوبا ما رحناش المدرسه بقى ولا ايه؟ لا ما رحتش. ليه؟ عشان ايه؟ بابي ممكن اسالك سؤال؟ ممكن طبعا. هو ايه اللي ممكن؟ لو حياة امها ما تشتغل لناش في الازرق من اولها. 3 مليون ايه وهبل ايه؟ اللي اتفقنا عليه هو اللي هيمشي. مليم زياده مفيش. ايوه مالك، بس انتي ما قلتليش ان هي جايه وما فهمتنيش عملتي معاها ايه. انا باو كده فجاه لقيتها في وشي. صراحه نسيتها خالص. عندك حق، عندك حق. بس الاخ الملزق ده اللي جه اكيد عكنن عليكي ونساكي كل حاجه. عندك حق يا مالك. صراحه معاك حق. جو، واحد جينجر تي بتاع مس مالك. ها مين ده؟ عارف يوم الاربع؟ هو بقى عامل كده رخم زي يوم الاربع. طب ايه رايك بقى لو قلت لك ان انا ممكن امسح يوم الاربع ده من النتيجه بتاعتك؟ ايه الصياعه دي يا عم الفروت؟ واي سوير تو جاد، اي سوير تو جاد. لو عايزه كمان يوم الخميس امسحه هو الاخر. خلينا في المهم، عملت ايه مع اميره؟ طيب انا مش عارف اقول لها ولا كلمه. بقيت باصص في عينيها ومش لاقي حاجه اقولها. نديمة حبيبي، انت اتحطيت في مواقف اصعب من دي بكتير وكنت بتعرف تتصرف. الا ده مفيد. لو كانت طلعت مش بنتي يمكن كان بقى اسهل. اه والله كنت هلاقي 100 طريقه. بعدين شي سو سمارت وفاهمه كل حاجه. عارف تناسي انها كلمتني وقالت لي مش عارفه توصل لك وان الشغاله هي لقيت لها ام قبض على والدتها. مش ناسي طبعا. طب احنا المفروض نعمل ايه دلوقتي؟ انا جاي لك يا مفيد عشان كده نفكر سوا ونلاقي حل. شوف يا نديم، انا مش هقدر اقول لك اتصرف ازاي مع لوجي قبل ما اعرف انت ناوي على ايه مع رشا. هقول لك. يا نديم حرام عليك. انت بتضربني ليه؟ ده الرد الوحيد اللي عندي. انت اكيد اتجننت. اقسم بالله العظيم لو ما كنت خايف على بنتي لكنت قتلت. ليه ده كله؟ ليه ده كله يا حقيره يا مي؟ اوعي تكوني فاكره نفسك طلعتي من القضيه وساعدتك عشان نرجع لبعض. كنت صدقت انك بريئة. انا بريئة فعلا. بريئة. وكنت سهرانة معايا وبالأمارة حسيت بالفيزا بتاعتك. ما جبتكيش عريانة من فوق السراير. ما تكوني فاكرة ان حسابنا خلص. حسابي حرام عليك. انت تعرفي الحرام؟ ها؟ تعرفي الحرام انت؟ لا انت الملك بتنحل. انا بالنسبة لك 7 مراكب ضعف.
عايز مني ايه؟ كتير ومش هتقدري على اللي انا عايزه. طلقني خلاص، انا موافق انك تطلقني وتسيبني في حالي. ما انا مطلقك يا حيوانه من ساعتها. هو انا هسيب على ذمتي كلبه تدي نفسها لاي كلب تقابله في الشارع؟ ها؟ وهتفتكر ان حسابنا كان خلص؟ لا، انا بس كنت مأجل الحساب لحد ما التحقيق يخلص والقضيه تتحفز. حساب ايه تاني بقى؟ امضي امضي على ايه؟ امضي على اللي قدامك. طب افهم بس. مش من حقك. مش من حقي ازاي؟ انت عايز تبيعني الايجنسي صح؟ فلوسي وما دفعتش فيها جنيه. امضي يا نديم، ما تستهبلش. ما ايه؟ ما ايه؟ ما ايه؟ امضي 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 اهو. اسمك بالكامل. بالكامل. ممكن اعرف وديت لوجي فين؟ لوجي. لوجي بقى لا هتشوفيها ولا هتشوفك، عشان عارفه انك متي في السجن وعملنا لك قبر شيك وحلو كده، هنبقى نروح انا وهي نزورك دايما. حرام عليك، كان ممكن نتفهم بطريقه احسن شويه. ما عادش عندي غير كده تفهم بيها. شفت عملت ايه؟ حياة ماما صعبت عليك. نادي شغالة تجيب لي قط. شغالة؟ هو أنا ما قلتلكيش؟ ده أنا مفضل بيت مخصوص. ده احتفل بيك لوحدي كده اهو. امضي. امضي على ايه تاني؟ لو عايزه تطلع من هنا عايشه امضي. نهار اسود، اشيك على بياض. خرستي وما جبتيش سيرتي بحرف؟ تبقى عشتيلي كومين زياده. فتحتي بقك تبقى خلصتي. ما اشوفش حركه وما اسمعش صوت. لو سمعت صوتك هتتفاجئي. ايوه سيد. مؤاخذه يا باشا، الظرف ده غلق دلوقتي حالا، واللي جابه قال انه مطرف مع الوزير. روح انت يا سيد. ايه رأيك بقى لو الصور دي راحت النيابة؟ مش بذمتك، ممكن تهدلك كل اللي انت عملته وهتفتح التحقيق من جديد. عايز تقول حاجة تانية قبل ما اقفل المحضر؟ لا يا فندم، بس أنا عايز أتأكد يعني حضرتك كتبت المعلومات بالظبط اللي بقول لك عليها. أنا كنت مروح بالليل بيتنا عادي، فتحت باب البيت لقيت مريم دي قاعدة لي جوه.
طبعا انا بيني وبينها مشاكل، قلت بصراحه جاي تصالحني، يعني يعني انا جوزها وممكن تبقى جالي البيت، راحت قايمه ضرباني يا فندم. يعني انت كده بتتهم مراتك مريم لطفي الجرح بالاعتداء عليك داخل شقتك؟ بالظبط كده. معلش يا فندم، انا بتهمها باشراف قتل موكلي، انها عندها نيه مبيته، وبعدين كان قبل كده هي راحت الشقه دي ماسكه الزوجيه مع انها بقى لها فتره ما راحتهاش. ايوه اشراف قتل، ايوه هو اشراف قتل، لان هي يا فندم كمان يوميها الصبح انا بعت لها الانذار بالطاعه، وده يا فندم صوره من انذار الطاعه، وضع ساعتك، وده تقرير الطبي الموضح في الاصابات. قلت له ان معاكوا شهود، هما فين؟ بره. شو بره؟ انا تعبت، اصابه جامده قوي. يرضيك ان عمك يتشال ولا تجيله جلطه بسبب اختك؟ تطردوا يا بنتي، تطردوا. انت ما تعرفيش نفسيه عمك شكلها ايه دلوقتي، ده تعبان تعبان قوي. بس هنقول ايه، انا لما شفت كده قلت ما ينفعش، قلت لما اجي واتكلم معاك ولو في سوء تفاهم يتصلح، ده الدم عمره ما يبقى ميه. هو احنا لينا حد غيركم ولا انتوا ليكوا حد غيرنا؟ ده حتى طارق ابني، طارق ابني ملوش سيره ولا كلمه على لسانه غير مريم 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 في الدخله والطلعه. يا حبيبتي اقول لك على سر؟ بس ده بيني وبينك، اختك ما تعرفش عنه حاجه. عارفه اللي خلى عمك يعمل ده كله مين؟ طارق. عارفه ليه؟ عشان خايف عليكي. لا 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 لا، مش من ملك، لا مش شيطان. اصل ثروه زي اللي سابها ابوك الله يرحمه لما تبقى في ايد اختك يبقى الشياطين هيلعبوا في دماغها تجاهك. ايه ده ايه ده ايه ده، انا هشرب لوحدي ولا ايه؟ ما تجيبي لها حاجه يا حبيبتي تبل ريقها. ايه ما تعرفش تتكلم عربي ولا ايه؟ بقول لك ايه، استني استني، اعملي لي تي تي وسكر، شوجر يعني قليل، ها شوجر قليل لحسن عندي صداع صداع قوي. تي تي يلا اتفضلي، والعصير ده سيبيه لمريم هي اللي تشربه. تعدميني ما حد هيشربه غيرك، اصل انا حقيقه عندي صداع صداع من الصبح، قلت اما اشرب كوبايه الشاي يمكن الصداع ده يروح شويه. عندك ايش برشاد للصداع؟ عندك؟ يبقى كتر خيرك يا حبيبتي، كتر الف خيرك. يا رب يا كريم ابعد كل لئيم، وبحولك وبقوتك نفذ مشيئتك. فنجان الملاعين، الساعه الساعه والطاعه الطاعه. يا سلام، متشكرة يا حبيبتي، متشكرة خالص. ربنا يرجع لك صوتك يا رب. لا أنا هشربها مع الشاي. بقول لك إيه، هما الدكاترة ما قالوش حاجة جديدة؟ طب اسمعي، بقول لك إيه، الواد طارق ابني قروبة في النت والكمبيوتر، واسمع منه إنه بيراسل دكاترة من بره يعني، وبيرسلوه وبيردوا عليه. فايه رايك لو جبت الروشتات بتاعتك وبعتها وخد رايهم؟ ولا اقول لك هخليه هو يجي ويكلمهم من هنا. خدي يا حبيبتي، خدي اشربي اشربي يا حبيبتي اشربي. اشربيه كله. لا مع الشاي، هشربه مع الشاي. مطرح ما يسري يمري.
يطلع بطيء ويقوم مره واحده نازل. ده. يعني مش هتخافي؟ لا. قلب جامد؟ ايوه. يلا بينا. تعالى يلا. رنا قلب جامد؟ ايوه. يلا. بالك بقى عشان هننزل. طب امسك في دي. هننزل نمسك بقى في دي جامد عشان هننزل. ايوه ايوه. مالك رنا؟ مالك حبيبتي؟ وقف 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 يا صاحبي. هو ديني جيت لك اهو لحد عندك عشان نتفاهم. هنا؟ انت مش قلت انه لسه ما وصلش؟ ايوه بس على وصول عنده ميت. قبل ما يوصل نكون خلصنا كلامنا. كلام انا قلته لرامي ما عجبنيش. تصدقي اخر حاجه كنت اتوقعها ردك ده، خصوصا بعد كل اللي عملته عشاني. حصل خير، انت ما عملتيش حاجه ببلاش، كله بتمن. طب بصي بقى، عشان معاملة الموظف اللي فاتح الدرج دي مش عجباني. أنا قعدتي في المكتب ده كانت تجيب لي ملايين الملايين، بس تمنها كان إني أضر الراجل ده، ودي حاجة عمري ما هعملها. وبعدين أنتوا اللي عرضتوا عليا. تصدقي أشعرت؟ قبلة ولا مش قبلة؟ راجع نفسك. صباح الخير يا أميرة. صباح النور. أهلاً، أنت عندنا؟ وكنت ماشي بس حزن إني شفتك. لازم جاي عشان النظارة. نظارة؟ أنا جاية مع التيم بتاعي وعاملين ووركشوب تحت مع الناس عشان نحدد البلانز اللي هنمشي عليها قبل ما نبتدي الشغل. طيب هايل. نظارة إيه اللي أنت بتقول عليها؟ مش هي دي نظارتك؟ يا خبر، تصدق اني ما خدتش بالي خالص ان انا ناسيها هنا. شوف ازاي، وانا اللي افتكرت انك بتتلككي زي المره اللي فاتت. لا، انا بتلكك مره واحده بس، من الواضح المره دي ان انت اللي بتتلكك. محتفظ بالنضاره ومش راضي تبعتها لي، مستني ان انا بنفسي اجي اخدها. احنا قاعدين بنتلكك بقى احنا الاتنين من غير ما ناخد بالنا. بص يا سيدي، من غير تلكيك، انت تفضي لي نفسك بكره. افضي نفسي لو هتعزميني على الغدا. لا، انت اللي عازمني وفي المزرعه. وقررت من نفسك كده؟ عمرو الكرييتيف دايركتور هيبقى معانا بكره، في حبه حاجات لازم ضروري يشوفها في المزرعه قبل ما يبتدي يفكر. طب ثانيه واحده عشان ده تليفون مهم. ايوه، شوف اسمه وليد منصور، هتلاقيه قاعد في نفس المكان اللي قلت لك عليه. اوكي. يا ستي، النصابين في شغلتنا بقوا كتير قوي، والاسم مندوبين مبيعات وشركات توزيع. صراحة عندي كلاينتس كتير في الشركة بيشتكوا من نفس الموضوع ده. مش هتغير رأيك؟ افتكرش.
ايوه الميتنج جاهز يا استاذ. طيب انا هسيبك للميتنج بتاعك، نتكلم بليل عشان نتفق على موضوع بكره. انت هتحضري الميتنج معايا ليه؟ انا عايز كده. اميره كرسي جنب الملك. اوكي تمام. تعالي. علشان نقدر نعمل لها شوية تحاليل وفحوصات نعرف منها ايه سبب الكومة اللي جات لها دي. يعني مفيش اي حل تاني غير انها تبات هنا النهاردة؟ طبعا، حضرتك شايف حالتها قدامك عاملة ازاي. اوكي. امال فين مدام ملك؟ هكلمها. عندنا أكتر من قطعة أرض نقدر ننفذ عليها المشروع ده. المشروع عبارة عن مدينة متكاملة بس بشكل مصغر، مقسمة لمجموعة من المناطق زي ما حضراتكم شايفين معانا. في أكتر من منطقة غير المناطق السكنية، في مناطق ترفيهية، في مناطق ملاهي، سينما. بس الحقيقة إنه الحاجة الأهم هو وجود مراكز تأهيل. المراكز دي بيدخلوها الأطفال لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بشكل حقيقي. كويس يا أميرة، كويس. هو ده اللي أنا بتكلم عليه، إن إحنا كرجال أعمال عندنا دور نساعد بيه البلد، مش مجرد إن إحنا نكسب فلوسنا وبعدين نحطها في البنك وندفع الضرايب وخلاص، وكل سنة يجي بقى نحط نقول شنط رمضان وموائد رحمن. لا، يعني مش ده دورنا. أطفال الشوارع دول مسؤولية كبيرة، دي حاجات إحنا بنعملها واجب علينا نعملها. أميرة، مهم قوي يبقى مدارس فنية علشان نعلم أطفال الشوارع دول حرفة يفيدوا نفسهم ويفيدوا البلد. موضوع مهم قوي، احنا مش هنسيب لحمنا في الشارع يعني. الحاجة التانية، عايز ملاعب كتير وعايز مكتبة، عايز مستشفى كبيرة جدا. أول ما ناخد الأرض دي النو تايم، أنا بالاتفاق مع الدولة هخلص المرافق، يعني ما تقلقوش خالص. بنتي لازم أرد. بليز. أنا متصور إن إحنا لازم نعمل كده يعني. أيوة يا رنون. فتح 3000 مدرسة. إيه في إيه مالك بتزعق ليه؟ يعني لازم أكلمك من موبايلها عشان تردي؟ ما تردي من الأول. شطارتكم بقى تسيطروا على السوشيال ميديا. يعني إيه؟ إيه اللي حصل؟ فيديوهات مدينة تأهيل أطفال الشوارع. عملت في البنت إيه يا حازم؟ عايز الناس تحس بالأمل. عملت لها إيه؟ أنا جاية. رئيس الوزراء في خلال يومين، إزاي مش مشكلة؟ مشكلتكم أنتوا. اتفقنا؟ سبحان الله، لازم أمشي. خير. بنتي في المستشفى، ما اعرفش مالها. انا راجع.